السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من الدروس البرمجية الخاصة بلغة سي شارب. في درس اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على الأداة تشيك بوكس، وهذه الأداة تستعمل من أجل السماح للمستخدم بالاختيار، ويمكن اختيار عنصر من تشيك بوكس أو أكثر. يعني مثلا لو عندي مجموعة من تشيك بوكس يستطيع أن يحدد واحدة أو أكثر، بينما لو استخدمنا أداة الراديو بطن فسوف يستطيع تحديد اختيار واحد. أداة الراديو بطن سوف نراها في الحصة القادمة. في درس اليوم إن شاء الله سوف نركز على تشيك بوكسز، كيفية استعمالها في البرنامج، وكيفية معرفة العنصر المحدد من هذه التشيك بوكسز وما إلى ذلك. من خصائص التشيك بوكسز الذين لاحظوا لدينا بعض الخصائص المشتركة مثل الباك كولور، فلات ستايل، الفونت والفور كولور، يعني مش الايمج اذا اردنا وضع ايمج. اهم خاصيه في التشيك بوكس وهي الخاصيه تشيك ستيت. الخاصيه تشيك ستيت تكون تتوفر على ثلاثه قيم: ان تشيكد وتشيكد وان ديتيرمينيت. ما معنى ذلك؟ ان تشيكد معناها غير محدده، تشيكد معناها محدده، ان ديتيرمينيت عفوا وان ديترمينت يعني غير محدد، وهي القيمة الثالثة. طبعا افتراضيا تكون هذه ان ديترمينت غير مفعلة، لو نفذنا البرنامج سيوجد حالتان فقط تشيكد وان تشيكد. لاحظوا الحالات التي توجد في التشيك بوكس، الحالة الأولى تشيكد والحالة الثانية ان تشيكد، فقط توجد حالتان افتراضيا. لتفعيل الحالة الثالثة ان ديترمينت نأتي إلى التشيك بوكس ونذهب إلى البروبرتيز ونختار الخاصية 3 state. هذه هي الخاصية 3 state، تكون false نعمل لها true. الآن صار بإمكاننا التعامل مع الحالات الثلاثة الخاصة بالتشيك بوكس. لاحظوا إخواني، في الأول كانت حالتان checked وأن checked، الآن checked أن checked 3 state وتشيكد أن checked checked وان ديترمينيت، ثلاثة حالات لأداة تشيك بوكس. نقوم بإلغاء 3 ستيت لأننا لسنا في حاجة إليها الآن. هذا ما يهم في أداة التشيك بوكس. الآن سوف نقوم بإنجاز مثال بسيط جدا للتعرف على كيفية استخدامه في البرنامج. سنطرح سؤال على المستخدم، نقول له مثلا ما هي لغة البرمجة المفضلة عندك؟ نكتب هذا السؤال في أداة ليبل، قمنا بجذب ليبل إلى هنا، نذهب إلى خاصية تكست ونكتب مثلا what is your favorite أو favorite language. نضيف أداة check box الأولى مثلا visual basic، أداة check box الثانية visual سي شارب مثلا، ثم نضيف زر هنا مثلا انسور يعني اجب. نقوم بتقزيم حجم الفورم هكذا. يعني هنا لدينا اربعة حالات. الحالة الاولى المستخدم قام بتحديد الفيجوال بيزيك ولم يحدد سي شارب. الحالة الثانية المستخدم حدد السي شارب ولم يحدد الفيجوال بيزيك. الحالة الثالثة المستخدم حدد الفيجوال بيزيك وحدد الفيجوال سي شارب. والحالة الرابعة المستخدم لم يحدد لا الفيجوال بيزيك ولا الفيجوال سي شارب. يعني كل هذه الحالات ينبغي أن نقوم بمعالجتها داخل الحدث كليك الخاص بالزر أنسور. قبل ذلك دعونا نعرف أسماء لهاتين الأداتين تشيك بوكس. الأداة الأولى ونسميها مثلا تشيك VB مثلا، والثانية check CS سي شارب. جميل جدا. نأتي إلى answer وندخل إليها الحدث كليك الخاص بالبطن ونكتب. الحالة الأولى هي حينما يقوم المستخدم باختيار Visual Basic، if check VB dot checked يساوي true and check cs.checked يساوي false
إذا قام المستخدم بتحديد الفيجوال بيزيك ولم يحدد سي شارب، هنا نكتب له مسج بوكس دوت شو، نظهر له رسالة your favorite language is visual basic مثلا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو المقابل لهذا، قام المستخدم باختيار سي شارب، هنا فولز وهنا ترو، وهنا your favorite language is سي شارب. الحالة الثالثة، قام المستخدم باختيار الفيجوال بيزيك والفيجوال سي شارب، your favorite language is سي شارب and visual basic. والحالة الرابعة والأخيرة وهي التي لا يقوم فيها المستخدم بتحديد أي تشيك بوكس، false false. سنقول له مثلا من فضلك قم بتحديد لغة على الأقل، please choose one language at least مثلا. هذا كل ما في الأمر. الخاصية checked تحدد حالة أداة تشيك بوكس، إذا كانت false معناها أنها غير محددة، إذا كانت true معناها أنها محددة. هذه الروابط رأيناها and يعني تعني و، وتكون النتيجة صحيحة إذا كان الطرفان معا صحيحان. مسج بوكس رأيناها أيضا. نقوم بالتنفيذ لمشاهدة هذا التطبيق البسيط. لاحظوا سأقوم بتحديد Visual Basic Answer Your favorite language is Visual Basic. تمكن من تحديد الأداة المحددة. أقوم بإلغاء تحديد Visual Basic وأختار C Sharp. Your favorite language is C Sharp. أقوم بتحديدهما معا. Your favorite language is C Sharp and Visual Basic. لا أقوم بتحديد أي واحدة. Please choose one language at least. أتمنى من الله العلي القدير أن تكونوا قد فهمتم كيفية استخدام أداة تشيك بوكس وكيفية معرفة هل هي محددة أم غير محددة. لدينا الأداة تشيك ليست، تشيك ليست بوكس، هي أداة تضم مجموعة من التشيك بوكسز دفعة واحدة. يعني تستطيع، يعني حتى أوضح لكم أقوم بتكبير الفورم، نفس استخدام تشيك بوكس لكن هنا تكون معزولة كل تشيك بوكس واحدة، وهنا تكون مجموعة ليست، يعني تظهر لي لائحة من تشيك بوكس. أستطيع إضافة items من هنا عن طريق الضغط على هذا السهم edit items، وأختار الايتم الأول مثلا visual basic، الايتم الثاني visual C sharp، الايتم الثالث مثلا visual C plus plus، الايتم الرابع visual F sharp إلى آخره، ثم أضغط OK. سيتم إنشاء مجموعة من التشيك بوكس بنفس الترتيب الذي قمت بكتابته وبنفس المحتوى الذي قمت بإدخاله. طريقة معرفة هذه الأمور أيضا بنفس الطريقة التي رأيناها الآن. طبعا لربح الوقت سنتوقف هنا. أدعو لكم بالتوفيق والسداد، ودام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.